طبعا الخوف المرضي او كان يسموه لا فوبي او اضطرابات الخوف التربل الانكسيو دون، وطبعا كاين الوسواس القهري كيسمى التربل الانكس اوبسيسيونيل كومبلسيف، هما بجوج جزء او نوعين من انواع الاضطرابات القلق. علاش الاضطرابات القلق؟ لانه الاساس في هذه الامراض هما القلق. القلق اذا بغينا نعرفوه هو الخوف او التوجس او من شي حاجه غتوقع، بعرف طبعا حاجه يعني كتكون سلبيه، او يعني الانسان كيتوقع توقع له شي حاجه اما في الصحه ديالو او في المحيط ديالو او في العائله ديالو. لذلك دائما عنده تخوف من شي حاجه يمكن لا توقع. بعض الاحيان كتكون الخوف يعني غير محدد، خوف هاك ما عارفش بالضبط شي حاجه غتوقع، ما عارفش بالضبط، كيسموه لانكسيتي جينيراليزي. بعض الخطرات الخوف كيكون محدد، يعني خوف من مرض، انت في ناس خوف من الاماكن المغلقه، خوف من الساحات، خوف من الاسانسور المصعد، خوف من يعني من حيوانات معينه، اللي اصلا في الاساس ديالها انه اشياء ما فيهاش خطوره. يعني اذا بغينا نفرق بين الخوف المرضي والخوف الطبيعي، الفرق بيناتهم انه الخوف الطبيعي في خطر، يعني اي يعني مساله القلق او الخوف مسألة إنسانية، يعني الله سبحانه وتعالى جهزنا بجهاز هو بحال يعني نوع من حاسة استشعار، أي موقف أو مكان أو يعني حالة فيها خطر كيخلق فينا هذاك القلق والخوف. لذلك الخوف كيساعدنا باش إما نواجه الخطر أو نهرب منه. إذا الخطر ضروري يعني يكون في يعني حاضر في الذهن باش عندما نتكلم عن الخوف الطبيعي. الخوف المرضي أشياء في الطبيعة ديالها غير ما فيهاش خطر، ولكن الإنسان طبعا العقل دياله كيتهيأ له أو كيفسر له مواقف إنه على أنها فيها خطر وفي الأساس ما فيهاش خطر. نفس الشيء اللي عنده الوسواس، الوسواس إما كيخاف، طبعا الموضوع الوسواس في يعني في مواضيع بزاف، اللي معروف طبعا مشهور أو اللي معروف كثير عند الناس هو الوسواس ديال النظافة، النظافة والنظام. طبعا المشكلة ده اللي طبعا الناس اللي عندهم اضطرابات القلق واضطرابات الوسواس في طبعا في أثناء الحجر أو في هذا، طبعا كيزادوا بزاف. يعني كل إنسان كيتعامل مع الأمراض النفسية كيلاحظ إنه اضطرابات القلق واضطرابات خاصة والوسواس زاد بزاف. علاش؟ لأنه الخطر حقيقي. صح هو يعني للأسف نحن من خلال التعاطي يعني يمكن لميديا أو مطارئة ولا أعلم كيف تعاطى مع الجائحة بالشكل، خلى الناس يعني في واحد تحفز واحد الخوف يعني أنه خطر حقيقي، أنه ممكن في أي إنسان يتصاب في أي مكان يتصاب، خاصة أنه طبعا الفيروس غير مرئي، لذلك الخطورة دياله في أي مكان. هالخوف الناس اللي اصلا ديجا او اللي كان عندهم اضطرابات قلق واضطرابات وسواس كيخافوا من اشياء غير عقلانيه او غير موجوده، حاليا احنا كنقول لهم خافوا لانه في خطر. لذلك الناس كيتاكد الاعتقاد ديالو انه الخطر موجود، ربي ما غاديش تنام مزيان، ما غاديش هذا القانه صافي، ما بقاش عندك القانه المتعه، ما بقاش تحس بالمتعه، العقل ديالك دابا مسيطر على ديك الفكره، ما بقاش تفكر هذا العلاقات الاجتماعيه طبعا ممكن تتوقف، ما بقاش تبغي تشوف حد او برفه، بالعكس خصك دائما شي حد معك لانه تلمك يعني درجة كبيرة، انه خاص دائما شي حد يطمنك او يعني تحس فيه بالامان معه. المشكل ديال الحاجة المهمة للناس اللي عندهم اضطرابات القلق واضطرابات الوسواس، الحاجة اللي للاسف ما في البداية طبعا صعب الانسان انه يفرق. الاهم حاجة في العلاج او في يعني التعاطي مع الوسواس والقلق والخوف هو ان خاص نكون عندي القدرة نميز نفرق الأشياء اللي كتكون في عقلي بدماغي، الأفكار اللي كتخلق لي الخوف، الأفكار أو تصورات أو خاصة الأفكار اللي كتخلق لي إنه في خطر، خاصة نفرقها عن الواقع. يعني الخوف أو الوسواس هو مسألة عقلانية، فكرة كتطيح في راسي، جملة ذهنية أو صورة ذهنية كتكون في راسي، والواقع ممكن يكون مختلف. عاود ناخذ مسألة الوسواس النظافة، أنا اليد ديالي غسلتها جوج مرات، اكيد يعني اذا درنا تحليل غنصيب اليد نقيه، بالرغم من هذا عقلي كيقول لي انه مازال من نقيه. اذا هنا انا ما عنديش قدر نميز بين التفكير ديالي والفكره ديالي والواقع، انه الواقع ديالي نقيه. نفس الشيء اللي عنده الوساوس اخرى، الفرن الباب مسدود ولكن عقلي ما يزيد يقول سير يعني تاكد. اذا العقل ديالي اللي انا ما عنديش القدر نميز، لذلك نقوم ونمشي ونقلب. اذا اهم حاجه انه نفرق، نعرف انه هذه فكره كتبقى فكره في الدماغ ديالنا ما عندها اي تاثير على الانسان ما تعاملش معها،
أو تعامل معها بشكل يعني منطقي ورياليست أو حقيقي ما عندهاش تأثير، تبقى فكرة في راسي أو في راس أي إنسان سنوات طويلة ما يمكنش تأثر عليه نهائيا إذا ما كنش نحن أعتقدنا أن الفكرة ممكن تكون حقيقية. مستحيل أصلا إنسان يدير شي حاجة أو المرض يؤدي في الحالة أنه يفقد الوعي والأن. لذلك مزني في القضية أنه فكرة كتبقى فكرة في راسي ما نتعاملش معها كواقع وهي خليها في راسي يعني وتبقى سنوات ما غاديش تباتي. إذا كنت قلنا واش معمول، طبعا من الصعب أن تحيد الفكرة يعني هكا تقول أنا ما بغيش الفكرة أنك تسلط عليه بواحد القوة. كنقول أهم حاجة أنه تعامل معها باللا مبالاة، ميك عليها ما تديهاش فيها، دير أي حاجة، اي حاجه انت باغيها ديرها، دير واحد البروغرام ديالك خلال النهار انه انا بغيت ندير هذه الاولى حاجه الاولى الثانيه الثالث. طبعا كتسلط على الفكره ميك عليك ما تبقاش دير فيها. وطبعا في البدايه كيحس راسه انه زاد القلق ديالو زاد التوتر الفكره كتزيد تقوى، ولكن اذا استمر واحد مده عده اسابيع هذا الفكره الحده ديالك تنقص، تاثير ديالك تنقص، ممكن يعني توصل لدرجه يعني يكون استقرار، ممكن ما تحياتش صنبوخصا ولكن كتبقى يعني محموله دونك ما تاثرش على حياتي على يعني حياتي العاديه. وخا تبقى الفكره في راسي ما كان مشكل. اضافه فقط اسمح لي اذا اضافه الفكره انه هذيك انه ما نبقاش نتبع الفكره ديالي ميك عليها. طبعا كان العلاج الدوائي وكان العلاج كان طبعا العلاج النفسي السلوكي ما كان بزاف كانوا يتصلوا فينا بهذا السبب انه سواء المرض ديالهم زاد او في ناس عندهم يعني كان وسواس يعني مستقر الحال ديالو بدات تزيد. هذا وممكن نعطي واحد الحاله انه صور درجه الحاله ما بقاش تدخل واحد السيده مصابه بالوسواس القهري كانت تخاف من الوساخ ومن الميكروب. وصل في درجه هذا اي حاجه تدخل الدار خاصها تغسلها برفوم. وصل في الاخر باش كتمكن لها تقيسها نهائيا المطبخ او الكوزين ما بقاش يمكن لها تدخل، ما بقاش كطي ولادها. الاكثر من هكا انه بدات كتمنع يعني الزوج ديالها اولادها يدخلوا باش هما يطيبوا. قال اذا دخلوا مسخين يدهم كذا غادي اذا درجه وصلت درجه كنسموها يعني اعاقه تماما، ما بقاش انسان نهائيا ما يمكن له يعني هاجس انه الميكروب او الفيروس في اي وقت ممكن يصيبنا. لذلك طبعا الحالات زادوا بزاف الدرجة أو تفاقمت الأعراض أكثر لأنه الناس ولو كيحسوا أنه نحن كنقول لهم كان حقيق يعني خطر حقيقي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.